السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة مرشدي التربوية في درس جديد يتعلق بالقراءة الوظيفية، رقصات مغربية، مرجع المفيد في اللغة العربية، صفحة رقم 64. أبدأ بقراءة النص، لكن سأعتمد على قراءة الفقرة الأولى، أما بقية المتعلمين فيجب عليهم أن يقرأوا النص أكثر من مرة لفهمه. أقرأ: جلست الجدة جمانة تحكي لحفيداتها وأحفادها عن تنوع فن الرقص في بلادنا، فقالت: التراث الشعبي في بلدنا متنوع، يعكس عمق الجذور الإنسانية والحضارية لهذا البلد الأمين. يا أحفادي، إن لكل منطقة من مناطق مغربنا الحبيب عادات وأغاني ورقصات حافظت على خصوصياتها من جيل إلى آخر، ابتكرها الأجداد وأضاف كل جيل لمسته الخاصة إليها. ومن تلك الرقصات، نعم، بعد الانتهاء من قراءة الفقرة الأولى ننتقل مباشرة إلى الصفحة رقم 65. نبدأ بالسؤال الأول: أضع علامة في أمام مرادف كل كلمة من الكلمات الآتية. ابتكرها، ما معنى ابتكرها؟ هل نشرها أو أبدعها أو اهتم بها؟ إذن ابتكرها معناها أبدعها. مطرزة، الكلمة الثانية، هل هي ممزقة أو مزخرفة أو مقبولة؟ نعم، الكلمة التي تعني مطرزة هي مزخرفة. نعم، ننتقل إلى الكلمة الأخيرة: تليق. ما معنى تليق؟ هل تشبه، تناسب، تجاور؟ تليق بمعنى تناسب. السؤال الثاني: أكمل شبكة مفردات كلمة موسيقى. لدينا كلمة موسيقى، لدينا كمان، نعم، سنضيف كلمات أخرى تنتمي إلى الموسيقى ولها علاقة بالموسيقى، مثلا طبلة، كمان، طبل، ناي، عود، الربابة. نعم، هذه كلمة أو كلمات من شبكة مفردات كلمة موسيقى. ننتقل إلى الصفحة رقم 66. أسئلة أفهم السؤال رقم 3: أضع علامة في خانة الاختيار المناسب. لدينا الجملة: باللون الوردي حكت الجدة لحفيداتها وأحفادها عن المناطق المغربية، الحضارة المغربية، الرقصات المغربية. إذن عند قراءتنا للنص، عما كانت تتحدث الجدة أو عما كانت تحكي؟ نعم، كانت تحكي عن الرقصات المغربية الموجودة في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة. نعم، ننتقل إلى السؤال الرابع، وهو يجيبنا بشكل غير مباشر عن السؤال الثالث: أصل كل رقصة بالمنطقة التي تشتهر بها. لدينا رقصة أحواش، رقصة الجدرة، ورقصة الرقادة. لدينا مناطق المغرب: شرق المغربي، جنوب المغربي، الصحراء المغربية. ننتقل إلى النص، صفحة رقم 64، وبالضبط في الفقرة الثانية: رقصة رقادة أو رقصة الرقادة، وهي رقصة تميز شرق المغرب. إذن نصل السهم مع شرق المغرب. نعم، رقصة رقادة مع شرق المغرب. الفقرة الثالثة، صفحة 65: رقصة أحواش، وهي رقصة أمازيغية جماعية يشتهر بها جنوب المغرب.
إذا نصل رقصة أحواش بجنوب المغرب. في الفقرة الأخيرة رقصة الجدرة، فهي رقصة شعبية من المناطق الصحراوية المغربية. إذا نصل رقصة الجدرة بالصحراء المغربية. السؤال الخامس، من يشارك في رقصة أحواش؟ نعم، ننتقل إلى الفقرة الثالثة صفحة 65، رقصة أحواش، وهي كما قلنا رقصة مغربية أمازيغية جماعية يشتهر بها جنوب المغرب، وفيها ترقص النساء مع الرجال بشكل جماعي. إذن هنا هذه الرقصة يؤديها الرجال والنساء. السؤال السادس في أحلل، ما الذي جعل هذه الرقصات باقية إلى اليوم؟ الجواب على هذا السؤال موجود في الفقرة الأولى، وبالضبط في السطر الثالث. إن لكل منطقة من مناطق مغربنا الحبيب عادات وأغاني ورقصات حافظت على خصوصيتها من جيل إلى آخر، ابتكرها الأجداد وأضاف كل جيل لمسته الخاصة إليها. إذن ما جعل هذه الرقصات تستمر هو الحفاظ على خصوصيتها من جيل إلى آخر. نذهب إلى السؤال رقم 7، ترتبط كل رقصة بملابس معينة، أحدد ملابس كل رقصة. لدينا جدول يتضمن 3 خانات و3 عناوين تتضمن الرقصات، رقصة الرقادة ورقصة أحواش ورقصة الجدرة. إذن الملابس التي كانوا يلبسونها في رقصة الرقادة هي لباس تقليدي فضفاض، وكذلك يضعون عمائم على رؤوسهم. نعم، بالنسبة لرقصة أحواش يلبس الرجال جلابيب بيضاء وعمائم، وتضع النساء حليا من العقيق. بالنسبة لرقصة الجدرة فترتدي المرأة ملحفا صحراويا، وكذلك الرجال يلبسون لباسا تقليديا صحراويا. نذهب إلى السؤال الثامن، أصل بما يناسب. الرقص تعبير ب، هل تعبير بالكلمة أو الجسد أو الألوان؟ إذن الرقص تعبير بالجسد. نذهب إلى الأسئلة المتبقية في أركب وأقوم. السؤال التاسع، تشتهر كل منطقة من مناطق المغرب بفنونها المميزة، أذكر ما تتميز به منطقتي. لدينا جدول يتضمن 2 خانات، اسم منطقتي ما تتميز به من فنون. المطلوب من المتعلمين والمتعلمات ذكر المنطقة التي ينتمون إليها وذكر ما تتميز به منطقتهم من فنون. مثلا أنا أقول اسم منطقتي طنجة، وتتميز مثلا منطقتي بالطقطوقة الجبلية، مفهوم؟ وكل واحد منكم يختار حسب ما يناسب منطقته. السؤال الأخير العاشر، صفحة دائما 66، أختار فنا من الفنون الشعبية، الفروسية، الحناء، موسم الشموع، وأصفه. نعم، بالنسبة لهذا السؤال مطلوب من المتعلمين اختيار نوع من هذه الفنون ثم وصفه. نعم، أنا سأختار كمثال فن الفروسية. مثلا تمثل الفروسية تراثا فنيا توارثته الأجيال، وترمز إلى شعائر استعراض البطولة والشجاعة، فهي تعد احتفالا فولكلوريا مغربيا تستعرض فيه ألعاب الخيل والبارود. كان هذا هو الجواب للسؤال رقم 10، وبهذا تكون حصتنا قد انتهت، وإلى اللقاء.